أنتم الآن في نشرة الموجة. في ردها على مقال جريدة الحياة اليومية المنشور أمس الأربعاء 8 فبراير الجاري، أقرت المندوبية العامة لإدارة السجون برئاسة محمد صالح التامك تدهور الوضع الصحي للنقيب محمد زيان ومرضه على مستوى الأمعاء. لم تنفي مندوبية السجون في بلاغها الصادر ليلا، وهي تكيل الكثير من الاتهامات للحياة اليومية التي قامت بدورها الإخباري في نقل المعلومة الصحيحة حول الوضعية الصحية لوزير حقوق الإنسان السابق ما ذهبت إليه الجريدة بخصوص مرض النقيب والعناية التي يتلقاها بسجن العرجات 1 وفق الإمكانيات المتاحة. الغريب في رد المندوبية اتهامها للجريدة بالتحامل ومحاولة التأثير على القضاء، وهو أمر غير مفهوم بالمطلق، حيث إن الأمر هنا لا يتعلق بمؤسسة قضائية بل بمؤسسة سجنية عمومية منفصلة يديرها موظف عمومي. إن ما قامت به الجريدة يدخل في إطار عملها الصحفي الصرف البعيد عن عملية الطلاء التي لا نوفرها لأي مسؤول، ونشرها لخبر مرض النقيب زيان ومعاناته داخل هذه المؤسسة السجنية هو عمل صحفي يمكن للجريدة أن تقوم به مع أي مواطن آخر كيفما كانت رتبته أو درجته أو صفته الاعتبارية داخل المجتمع. وأقرت المندوبية في جوابها ما أخبرت به الحياة اليومية حول مرض النقيب زيان، وأفادت بكونه يعاني منذ مدة طويلة من الإمساك، مشيرة إلى أنها قامت بتنسيق مع شركة المكلفة بإعداد الطعام للنزلاء بطحن بعض الوجبات المقدمة له تسهيلا لعملية هضمها، كما مدته بمجموعة من الأدوية المضادة بناء على وصفة طبية. وفي مقابل ذلك ذكرت بأن النقيب زيان لم يشعر إدارة المؤسسة السجنية المعنية بقرار امتناعه عن تناول الطعام، وهو الأمر الذي لم تأتي الجريدة على ذكره في خبرها، بل أكدت بأن وزير حقوق الإنسان أشعر الرأي العام الوطني حول وضعه الصحي عبر محاميه وفقط، تفاديا لوقوع أي تطور غير محمود قد يودي بحياته. ومن المعلوم كذلك أن النقيب زيان المعتقل تعسفيا منذ 21 نوفمبر 2022 يوجد بين أيدي مندوبية التامك، وهي أدرى بوضعه أكثر من أي جهة أخرى، وتعي جيدا بأن علاجه يستوجب نقله على وجه السرعة إلى مستشفى عمومي تابع لوزارة الصحة أو إلى مصحة خاصة تحددها وتعينها التعاضدية العامة للمحامين بالمغرب. وبخصوص معاناته الشديدة من البرد القارس، فإن الجريدة كانت مهنية في تطرقها للموضوع ونقلت المجهودات التي يبذلها مدير سجن العرجات 1 وكافة أطقم إدارته بتوفير الماء الساخن في إطار الممكن، علما أن السجن المذكور غير مهيئ بوسائل التدفئة التي تساعد على استقرار الوضع الصحي للنقيب زيان. وعدا ذلك يضر بصحته في ظل ظروف مناخية قاسية، حيث تتراوح درجات الحرارة في المؤسسة السجنية المذكورة ما بين درجة 71 درجة، وتنخفض لأدنى المستويات إلى ما دون الصفر بحكم تواجدها في منطقة خلاء، الأمر الذي يشكل خطرا مضاعفا على صحته، خاصة أنه يكابد مع أمراض مزمنة أخرى ترتبط بالقلب والتهاب المفاصل الفقارية المعروف اختصارا بSPA، ناهيك عن أمراض الشيخوخة التي تفاقم وضعه الصحي رغم محاولات طبيبتي المؤسسة السجنية قدر المستطاع ووفق الإمكانيات الطبية المحدودة جدا الحفاظ على استقرار وضعه الصحي والحيلول دون تقدم أمراض الشيخوخة، سيما أنه سيكمل الأسبوع المقبل وبالضبط يوم الثلاثاء 14 فبراير عامه 80. وأعلنت المندوبية أيضا بأن النزير النقيب محمد زيان يتوفر على أغطية سلمتها له الإدارة السجنية بالإضافة إلى تلك التي استخدمتها العائلة، وهذا أمر عادي لا يحتاج إلى مزيدات من طرفها، فمن الغير طبيعي أن تفرض المندوبية بقاء النقيب زيان تحت هذه الأغطية 24 ساعة على 24 حتى لا يتسلل البرد إلى عظامه ومفاصيله التي تعاني من الروماتيزم الحاد. أما بخصوص محاولات العلاج التي تقدم المؤسسة السجنية العرجات 1، فإن الكمادة الدافئة التي تستعملها المندوبية لمعالجة حالة الإمساك التي يعانيها النقيب زيان تعتبر حلا بدائيا لا يلائم هذه الحالة المرضية المتقدمة التي تستدعي علاجا حقيقيا والوضع تحت رعاية طبية خاصة بإشراف أطباء مختصين وفق ما نقله محاميه، وحرصنا على نقله بموضوعية. الوزيعة السياسية والعائلية اللي كانت من وزير العدل وبين مجموعة من النافذين.
خاضت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة بالمغرب صباح اليوم الخميس 9 فبراير الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، ذلك استمرارا للخطوات التصعيدية التي يخوضها الضحايا في وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي للمطالبة بإلغاء نتائج الامتحان الكتابي. وأثار امتحان الأهلية جدلا واسعا في المغرب بسبب الخروقات والشبهات التي طالته بعدما تم تسريب أسماء أبناء قضاة ومقربين من وزير العدل والحريات ومقربين من رئيس جمعية المحامين بالمغرب وأبناء أعيان آخرين للائحة الناجحين. الناس اللي تيعانيو من غلاء الاسعار، من مجموعه من الامور، من غياب الولوجيات ديال بزاف ديال المؤسسات، من المحسوبيه، من الزبونيه، من مجموعه من الحوايج ما تتبشرش بالخير. انا تنتسائل اليوم احنا فين غاديين في هذه البلاد، والى متى هذا الصمت، والى متى هذا التواطؤ، ونحن مستمرون حتى نلقاو الاجوبه اللي تنقلبوا عليها. ويجب ان لا تتكرر مثل هذه المهازل التي تسيء لسمعه الدوله وتسيء لصوره المؤسسات وكذلك لاستقلاليه القضاء، لان هناك تدخل سافر في المهن القانونيه والقضائية، ونريد يعني أن هذه الامتحانات أن تنتج لنا كفاءات حقيقية، وليس أن نرى أن هناك محسوبية وزبونية وأن هناك وزيعة عائلية وسياسية أصبحت تطغى على معظم المباريات، غير أن امتحان المحاماة كان هذا التلاعب كبيرا إلى حد غير مقبول. بلغ عدد المغاربة المتوفين في زلزال تركيا المدمر حتى حدود يومه الخميس 9 فبراير الجاري 4 وفيات في صفوف الجالية المغربية المقيمة بتركيا. ووفق ما صرحت به السلطات المغربية، فقد عملت قوات الإنقاذ التركية من إغاثة أزيد من 84 مغربيا ومغربية، مشددة على أنهم بصحة جيدة. وتلقت خلية الأزمة التي تم إنشاؤها إثر الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا 1743 اتصالا من الجالية المغربية المقيمة بتركيا وأفراد عائلتها، مشيرا إلى أنه تم التبليغ عن 4 وفيات، وتم التأكد من أن 84 مغربيا ومغربية بصحة جيدة. وارتفع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي هز كل من سوريا وتركيا إلى ما يزيد على 84 ألف، بينهم أكثر من 16400 قتيل، وفق حصيلة غير نهائية فيما يسابق رجال إنقاذ الزمن لانتشال الناجين المحاصرين تحت الأنقاض في ظل طقس بالغ البرودة. اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن شركة النفط المحلية بتحقيق أرباح فاحشة وغير مسبوقة وسط أزمة طاقة عالمية، وجاء ذلك في خطاب ألقاه بايدن أمام الكونغرس مساء الثلاثاء، حيث قال بأن شركة بيغ أوي، وهي شركة رائدة في قطاع المحروقات بأمريكا، أعلنت للتو عن أرباح قياسية، حيث حققت في العام الماضي 200 مليار دولار في خضم أزمة عالمية. وطلب بايدن شركة المحروقات باستثمار جزء من أرباحها القياسية لزيادة الإنتاج المحلي، وقال إن ذلك أمرا مشينا يجب جعل الشركة الكبرى والأكثر ثراء البدء في دفع حصتها العادلة. ومن جانبها أعلنت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع ارتفاع أسعار النفط بسبب زيادة الطلب من جانب الصين واستمرار تحالف أوبك بلس بسياسة خفض إنتاج مليوني برميل يوميا منذ نوفمبر 2022. لمزيد من الأخبار زوروا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.